السلام عليكم خالتي، قبل كل شيء نقول لكم عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. راني حاب نعلق على واحد الفيديو ولي بيبليكاسيون شفتهم بزاف يدورو هاد الايامات، سواء فيسبوك ولا اليوتيوب. واش يقول لك؟ يقول لك زعما الا تخوف عند الحسون ولا المقلين ولا الفردورون ولا الليك ولا، ويديروها الطريقه اللي راهي في الفيديو. يا خاوتي هاد العفسه ما كاش كاع منها وما عندها حتى اساس من الصحه. كما راكم تشوفوا الفيديو، السيده هذا راهو ينحي واحد العفسه تحت جناحتين المقنين، ويقول لك زعما هاد العفسه هي حبه الخوف وهي ما كاش منها. هادي غده زيتيه كما راكم تشوفوا هنا مكتوب في ويكيبيديا، هاي ليك هاتشو. ولو كان ريماركيتو المقنين كيكون يدوش ولا يخرب بزاف هاد البلاصة، علاه؟ باش يرفد الزيت هذا، والزيت هذا كاين يطوي به الفليماش تاعو باش يولي شباي ويولي نقي ويولي بري ولي كولور تاعو يجيو شابين. ولا خاوتي ما تغلطوش رواحكم وما ديروش عليهم باش تيفيتيو المرض المقنين تاعكم. حايتكم مرة واحدة أخرى، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم، حيت بزاف ناس راهم يطيحو في هاد الغلطة. ماذا بينا احنا الغلطة هادي ما تعاودش، اللي دارها معليش ما يعاودهاش باش يفيتي المقنين تاعو يمرضلو. ما تنساوش تابونيو، والسلام عليكم.